عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار اجتماعا في المنطقة المحيطة بالأهرامات لاستعراض مخطط التطوير. وأوضح وزير الإسكان أنه يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات وتوفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية بما يتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية لهذه المنطقة، حيث أن رؤية الدولة تستهدف إلى أن يتم التطوير بشكل متكامل لا يقتصر فقط على المتحف المصري الكبير بل تطوير محيطه، نظرا لأن تلك المنطقة تمثل إحدى الوجهات السياحية العالمية وتستهدف الدولة جذب الاستثمار السياحي في هذه المنطقة.